سوريا وأزمة اللاجئين ملف لا يزال ساخنا على الطاولة الدولية، وأرقام معاناة السوريين بعد الحرب في بلادهم تدفع الهيئات الدولية إلى تحرك عاجل. الاتحاد الأوروبي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل سادس مؤتمر للمانحين من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وقد خصص المؤتمر أكثر من 6 مليارات دولار للاجئين السوريين خلال سنة 2022. فهل تكفي هذه المساعدات لضمان سلامة اللاجئين؟ وأي خطط لإعادتهم إلى بلادهم؟ من عمان ضيفتنا المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رولا أمين. أستاذة رولا، أهلا وسهلا بك دائما معنا في غرفة الأخبار. الهدف الأبرز لكل هذه المؤتمرات وللمؤتمر الأخير في بروكسل مواصلة دعم الشعب السوري في سوريا والمنطقة وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل. ما التدابير الاستثنائية المطلوبة لمساعدة الشعب السوري حاليا؟ نحن نتحدث عن سادس مؤتمر أستاذة رولا. طبعا سادس مؤتمر وتقريبا دخلنا في العام 12 للأزمة. هذا يعني أن حجم الاحتياجات سواء للسوريين داخل البلاد أو خارج البلاد والدول التي تستضيفهم للأسف لم ينقص بل ازداد. يعني كل عام الاحتياجات تزيد، الصعوبات والتحديات التي تواجه اللاجئين والنازحين، النازحين طبعا داخل سوريا واللاجئين خارج سوريا تزداد. الدول التي تستضيفهم أيضا تواجه صعوبات اقتصادية بغض النظر عن وجود اللاجئ يعني. وهذا يعني أن لديها صعوبات في استضافة هؤلاء اللاجئين في تقديم الخدمات إليهم. ولذلك المطلوب اليوم ليس فقط حشد الدعم، المطلوب زيادة هذا الدعم لأن الصعوبات قد تفاقمت. المطلوب أيضا أن لا ننسى سوريا، أن لا ننسى اللاجئين والنازحين واحتياجاتهم رغم تعدد الأزمات والحروب في البلاد في العالم. لذلك هذه كانت أحد الرسائل المهمة اليوم. صحيح. وأن تبقى الأزمة السورية على يعني على جدول أعمال المجتمع الدولي، أن يتم تجديد الدعم. هو بالفعل ما قاله منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأستاذة رولا، تمحور حول هذه النقطة، يجب أن لا نتخلى عن سوريا. المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الأمال للشعب السوري رغم أن لا ضوء للأسف في نهاية النفق. علينا كما يقول ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021 احتياجات ضخمة. إشارة واضحة في كلام بوريل أستاذة رولا إلى أنه الأزمة الأخيرة التي يعيشها الأوكرانيون تؤثر بشكل كبير على الدعم اللي لا يزال السوريون بحاجة إليه اليوم. طبعا يعني إذا نظرنا إلى الأرقام التي تم التعهد بها اليوم هي تقريبا مماثلة للعام الماضي، ولكن للأسف الاحتياجات لهذا العام هي أكثر من احتياجات العام الماضي، لأن الأزمات الاقتصادية كما هو الحال مثلا في لبنان، جائحة كورونا، الحرب في أوكرانيا ليست فقط تهديد للدعم ولكنها أثرت تأثير سلبي مباشر على العالم ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط التي تستضيف اللاجئين السوريين. ارتفعت الأسعار، ارتفاع الأسعار حتى للسلع الأساسية مثل الطحين والخبز وزيت الألي والسكر. هذا يعني أن اللاجئ والنازح قدرته الشرائية قد تقلصت، وأن موارده وقدراته على التكيف والتغلب على الصعوبات التي تواجهه أيضا تقلصت. لهذا نحن نقول يجب أن لا يبقى الدعم بنفس المستوى، هو يجب أن يكبر لأن الاحتياجات للأسف تتضخم معه. وبالوقت اللي نتحدث فيه عن ضرورة الدعم وعن ازدياد الاحتياجات، نتساءل في الدقيقة المتبقية إلى أي مدى غياب الحل السياسي أيضا أستاذة رولا يشكل عائقا أمام مداواة جراح سوريا والسوريين؟ يعني شكرا لك على هاي النقطة، لأنه طبعا المساعدات الإنسانية وجميع هذه البرامج هي لا تنهي معاناة اللاجئ والنازح، هي فقط تخفف منها. صحيح. الحل الوحيد هو الحل السياسي والحلول الدائمة لأزمات النزوح واللجوء، لأن ما يتمناه أي لاجئ وأي نازح وأي سوري
وأن يتمكن من أن يبدأ بإعادة بناء حياته، وليس فقط في الحاضر ولكن أيضا بناء مستقبل أفضل لأطفالهم، وهو تحدي كبير ليس فقط للسوريين ولسوريا بل للمنطقة بأكملها. شكرا جزيلا على المشاركة معنا من عمان، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط والشمال إفريقيا رولا أمين.